السلام عليكم أصدقائي الأحبة، وصلنا الآن إلى الدرس 86 مع كلمة مهمة من الكلمات المركبة background. background قد تمر علينا كثيرا، لكن خلينا الآن نتعلم كيف استخدامها وأيضا أهم المرادفات لكلمة background في دقيقتان فقط. ركز معي جيدا الآن حتى نحصل على أكبر فائدة من هذا الدرس. اضغط على إعجاب الآن، اشترك في القناة، فعل زر الجرس حتى تصلك جميع الدروس. أما الدروس السابقة تجدها أسفل هذا الفيديو في التعليق. background تجي بمعنى خلفية، الخلفية أو خلفية الصورة. إذا واحد يريد ياخذ صورة، الخلفية مالتها اسمها background، الخلفية، خلفية background. background مثال أول: I saved it as the background on the iPad. I saved it as the background on the iPad. حفظتها كخلفية على الآيباد، على جهاز الآيباد. I saved it as the background on the iPad. كررها الآن 5 مرات حتى تتقنها باللفظ الصحيح بشكل جيد، واكتبها في كراسك أيضا. خلينا ناخذ المثال الثاني: For the next four years, he kept studiously in the background, waiting his time. على مدى السنوات الأربعة التالية ظل في الخلفية بشكل مدروس، studiously بشكل مدروس. Kept studiously، ظل في الخلفية بشكل مدروس. Waiting his time، منتظرا وقته. Waiting his time تأتي أيضا منتظر فرصته. Waiting his time، منتظر لوقته. خلي نقرأها مع الآن: For the next four years he kept studiously in the background, waiting his time. اقرأها الآن 5 مرات بصوت مرتفع حتى تتقنها بشكل جيد، واكتبها في كراسك أيضا. أما أهم مرادفات كلمة background: backdrop ستار خلفي، surroundings خلفية، تأتي أيضا بمعنى نفس المعنى background، وتأتي بمعنى محيط، surroundings. framework إطار، setting أيضا خلفية أو تأدي بمعنى الضبط أو الإعدادات في الهاتف أو الجهاز. setting خلفية أو ضبط. الآن حاول أن تكتب جملة تستخدم فيها كلمة background. اكتب هذه الجملة باستخدام background في التعليق أسفل هذا الفيديو حتى يستفاد منها الآخرون أيضا. background شكرا لك على المتابعة، استمر بالمثابرة بتعلم اللغة الإنجليزية، وانتظرنا في الحلقة القادمة مع كلمة جديدة، كلمة basic سوف نشرحها بالتفصيل ونتعلم استخداماتها معا. شكرا لك على المتابعة، وإلى اللقاء.